وصلنا للعمل، احنا نوريكم الخدمه ديال الوراق ديال العنب كيفاش كيتعمل الزول وكذا، كيفاش كيعملوا يقلعوها. دابا الساعه الوقت العنب دابا كيكبر، خصنا نخفوا منه ديك الورقه ديالو، نخفوا منه باش ما كيديلوش القوه، فهمتي؟ احنا اليوم يلا وصلنا، يلا بدينا البارح واليوم، فهمت؟ وصلنا اليوم يلا الاول اللي شالي كاين اللي من تحت كيزول، يعني مثلا احنا باش نعطيكم بلوجه، فهمتي؟ يعني مثلا الى اخره تزولي التحتانيه، تزولي الورقه اللي من تحت، فهمتي؟ الورقه التحتانيه هي اللي كتزولها، اللي كتكون من تحت باش ما تكبرش، هو تاع تحت، فهمتيني؟ واللي من فوقي كتخفف منهم، تخلي جوج تزول وحده، تخلي جوج تزول وحده، فماشي وسينا كتخفف. الخدمة عبادة، ايوا هادشي اللي كاين. نتوما كتشوفو اخوتي، فهمتي؟ دابا هادي الساعة العنب اللي كيبقى يكبر، خصنا نزولولو هادو اللي نابتين من تحت، فهمتي؟ اللي كيعطيو وجههم من تحت كامل خصنا نزولوه، فهمتي؟ خصنا نخليو اللي عاطين وجههم من فوق بحال هادو، وهادو كنخفو منهم حتى هما، فهمتي؟ كنخليو جوج نزولو واحد، نخليو جوج نزولو واحد باش كيمشي، فهمتي؟ باش العنب ملي كيكبر كيجبر جبر التيسع، ما كيأديش في بعطيتو باش ما كيخماش، فهمتي؟ حيت اللي مشى حتى خماش والو، فهمتي؟ ما كتخرجش ما كيخرجش مزيان، فهمتي؟ بحال هادي هادي العام الاول بقات معلقه هنايا، فهمتي؟ خصها تزول زنق، كتخفف منو كيرجع عاد كيعطيه قوة باش يكبر دغيا، فهمتي؟ قوة وكلشي، فهمتي؟ حق هادو اللي نتاحت دايما خصك تزولهم، بحال هادو اللي نتاحت هادوك خصهم يزولو، فهمتي؟ هادي هادو باش مكيديوش قوة ديال العنب اللي من فوق، حيت هدا العرق ديالو، فهمتي؟ الجذر ديالو. هنا في خطر الفلاحة الفلاحة مروكان والله اخوتي، تعرفوا مين كنجيبو الدرهم، فهمتي؟ كنجيبو الحلال، ما كناكلو الحلال حنايا، ما كناكلوش الحرام، فهمتيني؟ كاين بنادم كيقول لك ما عرفتش الناس صافي خلاص السرقة في اوروبا، ما عرفتش الناس الله ينعل القحبلة لك كلو، داك اللي كيقول لك تسرق. المهم جبرتونا دابا نوقفو، بغينا نعملو شي ديسكاونت ونفطرو شي حاجة، فطور فهمتي 9:30 10 فوقاش ما بغيتي سينا بحر، انا خدام بوحدي سينا جوج بينا، فوقاش ما بغينا نوقفو حرية، عندك نص ساعة فطور خصك تفطر، فهمتي؟ باغين جبرتونا هنايا في فلاحة اوروبا. المهم يعجبكم الفيديو ديالنا ما تنساوناش باللايك وابوني، نشوفو باقي النهار طويل هنايا، فهمتي؟ يلا دابا يلا الساعة فطور، واسكون بحقي انا وصل ميساج من واحد خانا البارح كتب لي، هو اي تفرج فيديو يعرف بان البارح كتبت ليك وهذا اليوم راه نزلو، فهمتي؟ نسجل اليوم ونزلو، الا كان المغرب دبك اجي هبط المغاربه اللي هنايا كاملين، ما تهبطنيش ايرانا، فهمتي؟ دابا هاد الهضره دي هو يفهمها، الا كان المغرب دبابك اجي هبط المغاربه اللي هنايا كاملين، لا ماشي ايرانا تهبطني، المغاربه كاملين، شي الله ينعل شي تاع الحرام، باش ماشي نقول لك انا، فهمتي؟ ما بغيتش نزبل فيك ولا شي حاجه، نقول لك شي هضره مقاوده، علاش؟ فهمتي؟ صان اي تفرجوا فينا الناس وكدا وكدا وكدا، يما وبابا وجدي وخالتك وعمتك وعزيزك وجاره هايلة، فهمتي؟ المهم انت عارف شكون اللي كتبتي لي البارح وجاوبتك ورجعتي كتبتي وجاوبتك، ولا كنتي تكتب لي كتب لي بسبانيولا، فهمتي؟ انا العربيه ما عنديش معاها،
فهمتيني، خصني نفتش كدا، ما عرفتش نفتش لا خانة ولا شي واحد ولا كدا، عيط لخانة جي ترجم لي، كتب لي عند لي، كتب لي اسبانيولا نجاوبك اسبانيولا، فهمتي؟ قال لي هتهبطني للمغرب، انت تمم مشمش، الله ينعل زبور لالك. قلت لك هادشي اللي كاين الحبيب ديالي، فهمتيني؟ شمختي كتقول لي، كتكتب لي كتقول لي جورية ما نعرفش ني مغربية طنجة برجيبال وينها. المهم انا كان نهضر باش ما نترجم لك شي كول شي جورية، كتهمك جورية ولا كتهمك شي حاجة؟ انا الجورية ما كتدخل ما شي دخلني الجنة، انا اللي كنت متحاسب غدا غدا امام الله يوم القيامة، ما تكون معايا ني جورية ولا مغربية ولا انت ولا امك ولا تاوح، فهمتني؟ المهم قولي جاوري اذا ما جاوري دخلتني الجنة، دخلتني الجنة الله ينعل زبور امك وامها لا ما خليني منها، ما خاصهاش هذا الله يرحم والدك. المهم شي حاجة انا قلت لك كتب لي بسبانيولا وانقدح لك مزيان، فهمتي؟ تما غادي نقدح لك. عطيني كام فتاة جيت تفطر معايا، مرحبا بكم. نهار اللي طلعت وجيني هنايا قلت اطلع لبرسيلونا، نهار اللي تجي لبرسيلونا عيط لي واجي عندي مرحبا بك، والله ترحب بك فوق فوق الراس والعين، فهمتي؟ اقسم بالله واخا يوقع اللي وقع بيناتنا كنعرفك، شي ما بغيتيش تقول لي اسمك. يا المهم صيفط لي اسمك، انا والله الا عملت هاد الفيديو عليك باش ندعمش تسمع صوتك واخا بلا ما نقول لك، بغيت تقول لي اسمك. دابا ما عرفتش واش حنايا مغاربه سبحان الله العظيم، واش واش الخناس. المهم ما فيش نقام بلا ما تطول عليك، انا قلت لك اللي كاينه بتسمع ميت تستانس هاد الفيديو، انت هو اللي كتبتي لي البارح جبتي جوج مرات ولا كدا وجاوبتك، ودابا عملت لك هاد الفيديو على حسابك، فهمتي؟ المهم دابا اللي بغيتيني في الخدمه ساعه دفتر نفطر ونكمل العمل ديالي وكدا، فهمتيني؟ باش ندي فليسه ديالي حلال، فهمت؟ يلا المهم نتشوفو. الله ينعل لك انت والمغرب والحكومه، وبلا ما نقول لك واللي بقى كملوا من عندك، الا كنتي كتفهم كمل من عندك.